أخبار اليوم. هم بيروحوا يكتبوا اللي دعوا الشنطة وزيت السكر، وبالتالي ما يفكروش مين الأصلح أو مين اللي هيفيد في البلد أو مين ممكن يعمل لهم خدمات كويسة، وتروح وتروح المقاعد الإنتخابية البرلمانية تروح لأشخاص هم من زمان مستقرين محترفين في هذه اللعبة، عارفين إزاي يقدروا يكسبوا من الكرسي بالفلوس. ومن الاخر يعني يخشوا المرمى برضه بيعملوا مصالح. هو يجي برضه بعد اذن الاستاذ الفاضل استاذ رفعت رشاد وبعد الاستاذ النائب اذا سمح لي ان اضيف بعض الشيء، واؤكد ما قاله الزميل والصديق الفاضل الاستاذ رفعت رشاد، اهميه الانتخابات البرلمانيه الحاليه التي تمت فيها المرحله الاولى ونستعد للمرحله الثانيه من الانتخابات، لأن قانون الانتخابات احنا اتفقنا ان تجرى الانتخابات في جميع محافظات الجمهوريه على المرحلتين. تبقى حضرتك عارف ان هذه الانتخابات البرلمانيه بتجرى بنظام الانتخاب الفردي وانتخاب القوائم. استاذ رفعت كان دار نقاش طويل حول ان نجري الانتخابات بنظام القوائم او النظام الفردي، فاخذ المشرع بالقسمين، قال النظام الفردي دي مجموعه من المزايا على اعتبار ان الناخب المصري والمواطن المصري بيرتاح اكثر للانتخابات الفرديه والنائب المستقله امامه.